في هذه اللحظات مشاركة من فرقة العوش بالحامي. فرقة العوش بالحامي في هذه اللحظات تدخل وتقدم لكم هذه اللعبة أيضا، لعبة العدة الشهيرة كما ذكرنا من السابق. إذا أبناء المحتمية أبناء الحامي أيضا لهم مشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى التي تقام في ساعات الزبينة في الشهر. عندي هنا واجد لذا، لأنه عندي هنا صوت مسموع له، أخاف أفصل عليه والله يشوف.